لا ندعي ان الدوله خلاص دوله مكتمله الاركان والدنيا كلها ماشيه زي الفل نهائي يا فندم. في اخطاء اكيد وفي تجاوزات اكيد من بعض الناس وبعض اللي بتاع شيء طبيعي جدا. ومش في الحريات يا فندم، في اي خدمه بتقدر تقدمها في ناس عايزه تشتغل وفي ناس بتقاوم حتى الاصلاحات، بتقاوم حتى من داخل الكيان الاداري وبنجيبه في مجلس النواب ونحاسب ونرجع والكلام ده كله. فمش هندعي ان مصر هتتحول في 4 سنين بعد انهيار كام سنة اصلا في وقت الثورة وقبليها عشرات السنين، مش معجزة هي يا فندم بتحولها لكذا. خلينا نشوف المرحلة اللي احنا وصلنا لها دي، مش مرحلة فيها انجاز كبير.